صباح الخير على كل أوفياء الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة يا رب، كنتمنوها للجميع. مرحبا بكم معنا في أولى حلقتنا خلال هذا الأسبوع من برنامجكم صحة وسلامة، وأكيد على أنه البداية دائما كتكون رفقة الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية، وفي سلسلة من الحلقات اللي هي خاصة بالقلق والضغط والتوتر النفسي وكيف ممكن نلقاو حلول عن طريق التغذية. فهذا هو الموضوع ديالنا اليوم إن شاء الله من خلال برنامجكم صحة وسلامة. كيمكن لكم تواصلوا معنا عن طريق الأرقام اللي هي مفتوحة دائما وراء الإشارة 05-22-46-72-50-51 أو 52. إذن 05-22-46-72-50-51 أو 52. بإمكانكم كذلك تواصلوا معنا عن طريق رقم 5080، كتبوا كلمة صحة خلوا فراغ صغير وبعتوا بالسؤال ديالكم للرقم 5080. فكلمة صحة ما عليكم إلا تكتبوا S-A-H-A كتخليوا فراغ صغير ومن بعد كتبعتوا بالسؤال ديالكم في رسالة SMS للرقم 5080. إن شاء الله كل تساؤلاتكم كنجاوبوا عليها رفقة الأستاذ محمد الحليمي، ليه جزيل الشكر، فهو معنا على الخط. صباح الخير أستاذ الحليمي، أهلا وسهلا بك. تحية لك وتحية عفاف وتحية الفريق العمال وتحية المستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله، وبداية أسبوع موفقة كنتمنوها للمغاربة كاملين. فقط غير باش نقول لك أستاذ الحليمي، اليوم صبحت الموضة عند بعض المستمعين الكرام لما كيبغوا يطلبوا رقم الهاتف ديالك، لأنه كان وقع لي ما نقولش مشكل، ولكن أنه عند ما غير واحد لخبطة فكيقول لي بغينا الرقم الهاتف الخاص بأبو طه. نعم. فمن بعد هذا يعني باش استدركنا الأمر وعرفنا لما كيطلبوا الرقم الهاتف اللي هو خاص بك، فتحية المستمعين الكرام دليل على المحبة ديالهم ليك أستاذ الحليمي، فولوا يعني باغيين يعرفوا حتى التفاصيل اللي هي خاصة بيك. فمشكور أستاذ الحليمي، ودائما كنقول على أنه كلمة الشكر راه غدا تبقى قليلة في الحق ديالك بزاف. اليوم أستاذ الحليمي إن شاء الله في سلسلة من الحلقات اللي هي خاصة بالقلق والضغط والتوتر النفسي وشرتي المجموعة من المعلومات اللي احنا عرفناها معاك في حلقات سابقة، اليوم إن شاء الله بزاف ديال المستمعين الكرام كيطالبونا بحلول اللي خاصة لهذا المشكل عن طريق التغذية. فاليوم ربما غتعطينا حلول هي مهمة بزاف، كيف ممكن من الكوزينة ديالنا المطبخ ديالنا ممكن انه الانسان يعني يتجاوز الكثير من المصاعب اللي هي خاصه بالتوتر والضغط النفسي، ربما السموم اللي هي كاينه في المطبخ ولا في الكوزين ديالو وما عارفهاش اللي كتزيد الحده والتفاقم ديال هذا المشكل. فاليوم استاذ الحليمي شنو هي اول نصيحه نبداو بها المستمعين الكرام؟ نعم اكيد ملي كنتحدثوا على القلق وكنتحدثوا على التوتر وقلت انايا وباش المستمعين الكرام يعرفوا بان القلق هو عنده فوائد. مثلا كنقولوا الضغط الدموي في الجسم ديالنا عنده توازن، ولكن شكون اللي كيضرب الانسان؟ هو انخفاض الضغط الدموي او ارتفاع الضغط الدموي. كذلك القلق هو اللي كيخلي الانسان دائما رد البال دائما. الحاجه اللي كنهضروا عليها احنا اليوم واللي هضرنا عليها في الحلقات اللي دازوا هي التوتر والقلق الزائد اللي كيكون واللي كيعيشوا، انا كنقول بدون استثناء الناس كاملين كيعيشوا هذا القلق هذا، لان كيف ما عندك استراتيجيات في الحياه اليوميه ديالك في العديد من الاشياء، كما كننظفوا الجسم ديالنا من الخارج لابد اننا نفكروا ننظفوا الجسم ديالنا من الداخل، ولابد اننا نفكروا ننظفوا الافكار ديالنا، لان عندنا تلوث في الافكار وهنا اصبحنا سجناء. انا اتحدث على التغذيه، سجناء بعض الافكار ديال بعض المصنعين وبعض المنتجين. لما نتحدث عن الغذاء هي فعلا الحلقات الاخرى كانت هي كنا كنبنيوا واحد الصور بينا وبين التوتر. اليوم وصلنا أننا نحطوا النقطة ماشي آخرا ولكن أخيرا. علاش؟ لأن ماشي هي بحكم التغذية عندها واحد دور كبير، ماشي خليناها تلخر على ود أن القلة الأهمية ديالها، ولكن الأهمية ديالها، وأنا كنقول أن الأهمية النقاط اللي هدرنا عليها كلها تتقاسمها فيما يخص التخلص من هذا التوتر المزمن اللي ولا كيعيش الإنسان. بالنسبة لأول قاعدة اللي غادي نهضروا عليها اليوم، وغادي يلاحظوا المستمعين أننا غادي نهضروا على التوازن والتعاون، لأن الله سبحانه وتعالى شنو كيقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يعني هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. أول حاجة خصنا نركزوا عليها هو أنك منك تأخذ غذاء طبيعي نفسيا، كما قلت في الحلقات الماضية ما غاديش ترتاح نفسيا لأن عكس الفطرة ديالك، ما غاديش ترتاح إلا في ظل الإسلام، وبالتالي الإسلام أعطانا توازن، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، والله سبحانه وتعالى يقول وما ذرأ لكم في الأرض مختلف ألوانه. معنات أنك الجسم ديالك ما غاديش يحس بداك الشيء اللي كيدخل للفم دياله إلا لما يكون هذا الغذاء طبيعي وهذا الغذاء فيزيولوجي. فعلا تقدر تأكل شيء حاجة أخرى، ولكن الجسم ديالك ما غاديش يتفاعل
الا الا خديتي واحد الحاجه اللي هي طبيعيه. لما كنقولوا المسائل الطبيعيه القوه ديالها في كتكمن اولا الشكل، وكيعقلوا المستمعين الكرام اننا كنا هضرنا على الشكل والاغذيه وكنا عطينا بعض النقط فيما يتعلق بالشكل والاغذيه. ثانيا الرائحه، يعني رائحه الاغذيه، وكنعرفوا حنا الرائحه وهضرنا في الحلقه الماضيه قلنا الروائح بحال التنفس العميق بحال العديد من الاشياء من الاشياء اللي خاص الانسان يركز عليها. مي كتشد غذاء طبيعي كتلقى عنده واحد الرائحه واحد هادو كيتسموا الزيوت الاساسيه. وبالمناسبه الزيوت الاساسيه خلقت لتؤخذ في الاغذيه، واخا الوغ هاد لي زويل ايسونسييل كاينين في الاغذيه كيعطيو هذيك الرائحه. النقطه الثالثه هي الموسم، والجميل في الامر هو ان الموسم ديال الاغذيه كيخلي العناصر اللي في الاغذيه، وكنقول انا الكائن البشري هو اللي صاوب الكالسيوم بوحدو، فيتامين بوحدو، فيتامين دي بوحدو، الاوميغا 3 بوحدو، الله سبحانه وتعالى عطى فريق عمل اي غذاء. الوغ الموسم شنو كيحيي لنا في الجانب البيولوجي ديال الغذاء؟ كيعطينا لا بيو ديسپونيبيليتي. مثلا الا خديتي واحد الغذاء في الموسم ديالو العناصر اللي في ذاك الغذاء كتكون بيو ديسپونيبل. شنو بيو ديسپونيبل؟ معناتها الجسم ديالك يستفيد منها 100%. النقطه الاخيره هي اللون، وانا ربما هاد النقط اللي دازو هضرنا عليهم في حلقه الماضيه غادي نركزوا اليوم فقط على اللون. واخا علاش؟ لان الله سبحانه وتعالى كيقول انظروا الى تمره، يعني شوف الله سبحانه خاصنا نشوفوا في هاد الاغذيه في اللون ديالها، لان القران الكريم ركز كثيرا على الالوان. واخا واول لون ذكر في القران الكريم هو اللون الاصفر، سوره البقره انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. شوف الله سبحانه وتعالى اعطاك واحد النصيحه في الاخر، انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. والدراسات الحديثه شنو كتقول؟ الدراسات الحديثه كتقول ان اللون الاصفر يخلص الانسان من التوتر، يخفض الضغط، ويخلص الانسان من التشنج العضلي، وهذا الشيء اللي محتاجه الكائن البشري. عاد الله سبحانه وتعالى الاكل وما ذرأ لكم في الارض مختلف الوانه بالنسبه للاكل، ولكن شنو قال الله سبحانه وتعالى؟ انظروا الى تمره اذا اثمر وينعه، يعني خاصنا نشوفوا في هذه الاغذيه. ملي كتشوف الاغذيه كيتفرز الليبتين، كيتفرزوا هرمونات، كيتفرزوا انزيمات، معناتها كتكون كتعامل مع كائن حي. فمن يخلق كمن لا يخلق، باش الناس يعرفوا المستمعين يعرفوا علاش حنا كنتحدثوا دائما على هاد الاغذيه الطبيعيه. احنا الجسم ديالنا فيه طاقه، يعني طاقه عندنا في الجسم ديالنا في جميع اعضاء الجسم. هذه الطاقه هي فعلا بكل ما تحمل الكلمه من معنى هو مولد طاقه لكل، يعني بكل ما تحمل الكلمه من معنى. معنات ان الا حدثتها الا كان واحد المشكل عندك في الطاقه ديال الجسم ديالك، الو هذا المولد هذا عندنا فيه مشكل، معنات غيكون مشكل في بحال مولد الكهرباء، غيكون في المنطقه اللي كيغطيها هذا المولد، كذلك الاعضاء ديالنا. الو اذا بدينا بالجهه العليا كنبداو اولا بالجبهه، الجبهه ديال الانسان. الو اعلى لون في الجسم ديالنا في الطاقه ديالنا هو اللون البنفسجي، وارقى لون في الاغذيه هو اللون البنفسجي، فيه كنسميوه حنا ليزونتوسيان. الو مي كنشوفوا مثلا العنب، مي كنشوفوا بعض انواع ديال البرقوق اللي كيكون بنفسجي، هذه هي اغذيه الدماغ. علاش؟ لان اللون البنفسجي هو اللون اللي وهذا الشيء هذا هنا كنقولوا للمستمعين خاصهم يعرفوا هذا الشيء. الدراسات الحديثه اللي كتهضر على هذه الالوان، الوغ المصلون لما يرصوا الصفوف اللون اللي كيكون طالع منهم في خلال الصلاه هو اللون البنفسجي، هو لون القوه. واخا الوغ اللون الاعلى كيكون اللون البنفسجي، واللون الاسفل اللي في الجهه السفلى من الانسان كيكون اللون الاحمر. داك الشيء علاش كنقول كنسمعوا فوق البنفسجيه وتحت الحمراء، وما هادو الوان طيف مرتبه كذلك في الانسان، ما كنقولوش قوس قزح، لان قزح كان اله الصواعق واله ديال الرعد عند القدماء، ما كنقولوش حتى الفرنسيين كيقولوا اركونسيال لا علاقه بقزح، وبالتالي بعض المصطلحات خاصنا نصحوها الاطفال ديالنا. واخا الوغ قلت انا في الجهه العلويه كاينه اللون البنفسجي، وبالتالي الاغذيه ذات اللون. شوف حنا دابا مازال يلا كنهضروا على اللون، باقي ما دخلناش في التركيبه الكيميائيه ديال الاغذيه، الو غير اللون، لان الله سبحانه وتعالى انظروا الى تمره اذا اثمر وينعه. وبالتالي اللون البنفسجي مي كنشوفوه مثلا كنشوفوا الدنجال، كلشي كيعرف الدنجال، مي كنشوفوا العنب اللي كيكون اللون ديالو بنفسجي، مي كنشوفوا بعض الانواع ديال البرقوق اللي كيكون اللون ديالو بنفسجي، هذا كيعطينا قوه للدماغ. كنجيو نهبطوا كنلقاو اللون الازرق، واخا الوغ اللون الازرق
والله سبحانه وتعالى اللون الأزرق هو اللي كيجي في الناصية، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يعني اللون الأزرق هو اللي كيجي في الناصية. والناصية الشيخ الله سبحانه يقول ناصية كاذبة خاطئة، مي كيصلي الإنسان كيحط الناصية وكان ديشارجيو الجسم ديالنا من ذاك الطاقة السلبية. علاش؟ لأن لو ستريس ولا القلق ما هو إلا طاقة خاص الإنسان يخرجها، واخا كما هضرنا في الحلقات الماضية خاص الإنسان يخرجها ويحافظ على ذاك التوازن. والسماء رفعها ووضع الميزان، لأن التوازن هو في حد ذاته كيحتاج قوة. قوة ديالاش غادي نشوفوها اليوم؟ قوة الفيتامينات، قوة الأملاح المعدنية، قوة الأنزيمات، قوة الأغذية اللي كتحافظ لنا على النواقل العصبية، الدوبامين، الكابا، الأدرينالين، النورادرينالين، الكورتيزون. ألو هادوما كاملين هرمونات ونواقل عصبية اللي خاص الجسم ديالنا يكون في التوازن ديالو باش أنه يحافظ على ديك الحالة العادية ديال الجسم. كذلك كننتقلوا اللون النيلي اللي كيكون داكن كيجي تحت كيجي في العنق تقريبا. هاد الألوان هادية مفيدة للغدة الدرقية وما يجاور الغدة الدرقية. كنمشيو للون الأخضر، واللون الأخضر ركز عليه القرآن الكريم، عاليهم ثياب سندس خضر، وكذلك يجي الله سبحانه وتعالى كيقول متكئين على رفرف خضر. وبالتالي الجنة اللون ديال الفراش واللون ديال الغطاء هو لون أخضر. اللون الأخضر يقلل الضغط الدموي، يعني يزيل التشنجات العضلية ويخفض ضربات القلب. من مورها كنجيو للون الأخضر واللي كيكون في المنطقة ديال الصدر. اللون الاخضر اللون عفوا الاصفر كيكون جهه المعده، داكشي اش كنقولوا حنا العصاره الصفراويه، يعني الصفراء او العصاره الصفراويه. واللون الاصفر مفيد للمعده بصفه عامه. اللون البرتقالي كيجي في الامعاء، واخا اللون البرتقالي يعني اي اغذيه برتقاليه، ومنها البطاطا الحلوه مي كنحلوها من داخل، البطاطا الحلوه فيها الانولين، كنعرفوا الاهميه وكنا هضرنا على هاد العناصر هذه، ربما المستمعين حفظوا هاد الاشياء هذه. كنجيو لاخر لون هو اللون الاحمر اللي كيكون في منطقه الحوض. الوغ شوفوا الجسم ديالنا كيفاش مرتب من حيث الوان وكيعطينا طاقه، وقلت انا الطاقه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. الوغ كنقولوا فوق البنفسجيه وتحت الحمراء. الوغ هادشي هذا كامل شنو كي شنو الخلاصه ديال هاد الفقره الاولى؟ هو ان الله سبحانه وتعالى قالنا يعني بالنسبه للالوان، وهذه ضروره، يعني ضروره الانسان خصو يحفظها. انظروا الى تمره اذا اثمر وينعه، معناته ان الغذاء الطبيعي كتشوف الالوان ديالو الوان طبيعيه مقارنه مع الالوان غير الطبيعيه. علم ما يسمى بالماركتينغ، والماركتينغ كتعطينا الوان، وبالمناسبه ماشي غير في الماركتينغ، حتى في شاشات التلفزيون. الوغ هاد الشاشات التلفزه الانسان يردها البال، خاصه الاطفال كما قلنا في الحلقه الماضيه اللي كيحطوهم حدا قنوات ما يعرف بالقنوات الاطفال، واخا هي العديد منها لا علاقه لها بقنوات الاطفال، كيعطيو واحد الالوان اللي هو الوان يعني كنضخوا واحد الكم هائل من الالوان في الشبكه ديال الاطفال، شبكه العين الاطفال، وكنعطيهم واحد الاشياء اللي هي تضر الصحه ديالهم. وبالتالي اول قاعده، اول فقره كنهضروا على الغذاء الطبيعي. شفنا في الحلقات الماضيه الشكل والموسم وعدد الاشياء، اليوم شفنا الالوان. والله سبحانه وتعالى اول لون ذكر في القران، والقران هو اللون الاصفر، ذكر اللون الابيض، ذكر اللون الاسود، ذكرت اللون وذكر اللون الاخضر، واللون الاخضر هو لون الطبيعه. وبالتالي أطفال خاصهم يشوفوا هذه الأغذية. والغذاء الطبيعي لا يقارن بالغذاء المصنع، الغذاء المصنع فيه اشتغالات تجارية، ولكن إنسان معروف بأن طبعه خطأ، والله سبحانه وتعالى يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق. ألوغ الفقرة الثانية غتكون إن شاء الله على القوة اللي كنحافظوا بها على الجسم ديالنا في التوازن بالنسبة للستريس، وغادي نشوفوا الأهمية ديال الأنزيمات والأملاح المعدنية وبعض النواقل العصبية اللي الجسم كيحتاجها بواحد النسبة كبيرة. نعم غادي نرجعوا عندك دائما الأستاذ محمد الحليمي وحلقة اليوم في برنامجكم صحة وسلامة. مرحبا بتواصلكم معنا على 0522 46 72 50 51 أو 52. نبقاو لحظة مع فاصل إعلاني وراجعين مباشرة من بعد، فخليكم معنا. معنا دائما على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم وبرنامجكم صحة وسلامة مع الأستاذ محمد الحليمي أخصائي في التغذية الصحية والحمية العلاجية. تواصلكم معنا أوفيائنا على 0522 46 72 50 51 أو 52. في مكالمة معنا غادي نمشيو نتواصلوا مع حسنة على الخط معنا من مدينة الدار البيضاء. صباح الخير حسنة. صباح الخير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حسنة. شكرا لك وشكرا للدكتور وعطيكم صحتكم. مرحبا. نسولك الله يعطيك الصحة. أما نسول أنا الدكتور على واحد جوج حوايج. أنا عندي الأم ديالي كان فيها سرطان في الثدي. نعم. وبرات وعاود دابا مشى للعظم، وحالا فاش مشى للعظم حالا يلا هاد نهار الجمعة عاوتاني مشى للكبدة ومشى للرثية. حالا. دابا بغيت نسولو غير على واش هذاك الكبدة زعما الدجاج البلدي واش تقدر تاكله؟
وداك الحقوق السامح ويلا ويلا عطيني التليفون ديالي ويلا المهم حنا ما بقينا عارفين دابا حتى شي حاجه. ونفسيا ما نعاودش لك. شحال في العمر؟ ما شاء الله العمر ديال الام ديالك حسنا شحال؟ 54 سنه. نعم واخا حسنا نجاوب على السؤال ديالك وما تقطعيش حسنا ما تقطعيش، رجعي لعند سميحه ان شاء الله باش تعطيك الرقم الهاتفي اللي وخاص بالاستاذ الحليمي ان شاء الله، وهكذا ممكن تواصلي معه ويفيدك اكثر. فنمشيو يعني استاذ الحليمي حسنا وكنعرفوا لما كنقولوا يعني انسان مصاب بداء السرطان، وقلناها ربما في حلقات سابقه انه للاسف يعني بعض وسائل الاعلام حتى يعني اعلاميا ما كيتمش تسليط الضوء على ناس اللي هما تصابوا بالسرطان واليوم كيعيشوا الحياه ديالهم بشكل طبيعي وعادي، لدرجه انه ولا شفتي هاد الناس غتقول ما عمرهم ما دازوا يعني من هذه المرحله ولا عانوا من السرطان نهائيا، فقط يعني كنركزوا على الحاله يعني مصاب بداء السرطان اشنو وقع من بعد، الناس اللي التزموا بالحصص ديالهم والناس اللي بقات المراقبه كيفاش رجعوا وعاشوا كيف ما قلت الحياه ديالهم بشكل عادي. للاسف يعني ما كيتمش التتبع ديال هاد الناس ويكونوا كنموذج الناس، لانه ربما هنا كيف ما شرت احسن سمعتي ذاك المصطلح استاذ الحليمي لانه النفسيه متدمره يعني ماشي غير ديال الام ديالها وانما ربما حتى ديال وليداتها والمحيط القريب وهاد الامور كامله. فحسن سؤالك استاذ على الدجاج البلدي وسولات كذلك على الاسماك، واش مفيد للام ديالها اللي كانت كتعاني من سرطان الكبد تعالجت منه مؤخرا تشخيص قال على انه انتقل لها العظم وحتى الكبد وحتى الرئه؟ نعم هو اولا بالنسبه للمسلم المجتمع المسلم بصفه عامه معروف بالتضامن، فما بالك الاسر لما تجيو الاسر هو التضامن واجب، ولكن بعض المرات كنديروا اخطاء احنا في التضامن. مثلا إذا بغيت أنا نضامن مع واحد الشخص مريض في المنزل مثلا ربما نكون كما كنقول النفسية متدهورة بيني وبين راسي، ولكن قدامه خصني نبان قوي، لأن إذا حسيت أنا بالضعف والأشخاص اللي كاينين في المنزل حسوا بالضعف شنو ذاك المريض شنو غيكون المآل ديالو، وبالتالي المريض محتاج راه المريض راه كي أكبر واحد من بعد الأطفال، أنا قلت أنا صفحة بيضاء اكبر واحد من بعض الاطفال اللي كيقرا الملامح ديال الوجه. وبالتالي هذيك القوه اللي خاصو ياخذها المريض، لان قوه كتكون في المجتمع ديالنا واللي كتحول له لتاثيرات ايجابيه على العمل الهرموني في الجسم ديالنا، خاصنا حنا نعطيوها القوه ما نحسوش بذاك الضعف. واخا الوغ ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، الوغ المؤمن مصاب، هذه المسائل كامله خاصنا نستحضروها، خاصنا نستحضروا هذه الاشياء هذه وتكون نخليو راسنا ناخذوا وسائل القوه. لما نتحدث عن مرض السرطان وعلاقته بـ 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 بالاغذيه، اولا قبل ما نمشيو نديروا الشيميوثيرابي وقبل ما نديروا الغاديوثيرابي وقبل ما نديروا اوبيراسيون وقبل ما نديروا هذه الاشياء هذه كامله، لابد اننا نديروا نقطة نهاية للنظام الغذائي القديم. لابد هذاك القصة ديال نظامنا الغذائي القديم نديروا له نقطة، بعدا نديروا النهاية، نعرفوا بأن سالينا ونبداو جيل جديد من الأغذية اللي هو أشياء أغذية قديمة، ولكن كاينين الناس مثلا كاينين الناس اللي ما عمرهم خداو بعض الأغذية بالنسبة لهم هما جيل جديد بالنسبة للأغذية. ألوغ حنا نبداو نديروا نقطة ونديروا حياة جديدة فيما يخص النظام الغذائي. الله يجازيكم بخير، راه ماشي تنتقاسوا بالسرطان تنتقاسوا بالسكري تنتقاسوا بأي مرض، عاد نبداو نراجعوا النظام الغذائي ديالنا. علاش؟ لأن الخلية السرطانية أولا الخلية السرطانية باش الناس يعرفوا الوقاية والعلاج، الحاجيات ديالها 20 مرة أكثر من الحاجيات ديال الخلية العادية، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي خلية انتهازية، واخا لأن السرطان إلا عرفوا إلا شافوا الناس مصطلح السرطان يميل إلى مصطلح شيطان وبالتالي هو نفسه. واخا النقطة الثالثة هو أنها تتغذى على المواد اللي الجسم ديالنا كيتخلص منها، سكريات، حلويات، مقليات، معادن ثقيلة، هادوما كيمشيو للخلية السرطانية وخاصة السكر هو الغذاء. والوغ هاد الخليه الا ما عطيتيهاش يعني الا ما وصلتيش ل 20 مره اكثر من الحاجيات ديال الجسم ما غاديش يكون نمو ديال هاد الخليه السرطانيه. واخا وبالتالي للوقايه والعلاج عفاكم النظام الغذائي يجب ان يعدل النظام الغذائي قبل اي اجراء. والخطا اللي كنديروه حنا ماشي غير وفعلا نقطه مهمه استاذ عفاف، علاش؟ لان فعلا هذوك القدوه خاصنا نجيبوهم، واخا
ولكن هذه فيها اعتبارات كل شيء كيعرفها. خاصة نجيبوا ذاك القدوة، نجيبوا ذاك الناس اللي دوزوا واحد المسار اللي هو مسار ناجح فيما يخص العلاج. لأن أنا كنقول لا وجود لدراسة كتقول هاد الأمراض المزمنة وهاد الأشياء، الأمل دائما موجود. إحنا فقط كنقلبوا الحروف وكنحولوا أمل الألم. ألوغ الألم عند الأخت اللي اتصلت، ألم عند الأم ديالها والعائلة. ألوغ هادشي هذا كامل خصنا بغينا نشعلوا داك الشميعات شي شوية في الدار، الشميعات ديالها ديال الأمل، الشميعات ديال القوة، باش هاد المريض، لأن مريض عنده البلاسيبو، عنده الجانب النفسي مهم بزاف خصنا نشتغلوا عليه. وشكون اللي خصو يشتغل عليه؟ هو المجتمع الصغير والمجتمع الكبير. ما نبقاوش نجيو نقولوا حنا بعد الاسئله كيجيو واش هذا المرض يبقى فيا ديما. ما نقدرش انا نجاوب على هذا الجواب، وحتى شي واحد ما عنده الحق يجاوب على هذا الجواب هذا، واخا. وبالتالي بالنسبه للدجاج بلدي، بالنسبه للسمك بالعكس، الاغذيه كامله الاغذيه، انا كنقول مرضى السرطان للوقايه والعلاج جميع الاغذيه الطبيعيه خاصهم ياخذوها، خاصهم يبداو ياخذوها قبل اي اجراء ويعدلوا النظام الغذائي ديالهم. كنتمنوا الشفاء العاجل للجميع. نعم ان شاء الله. نمشيو هذه المره وصل الحميم باش نتواصلوا مع بوبكر على الخط معنا. صباح الخير بوبكر. صباح الخير لاله. اهلا وسهلا بك، مرحبا. بخير لاله، بارك الله يبارك فيك. نشكروا الاستاذ على المعلومات القيمه اللي شحال هادي ما سمعناهم وهادي كنفتقدوهم في هاد الحاله الظروف هادي. مرحبا. كنت عندي واحد ماشي سؤال ولكن طلب، ونسميه بطلب او ملتمس. مرحبا الدكتور. نعم. انه الا كان بالامكان تعيد لنا، الله يخليك، هاد الالوان اللي يلاه شرحتهم دابا وباختصار شديد باش ما نطولوش عليكم، ولكم جزيل الشكر منا. واخا ابو بكر ان شاء الله، شكرا لك تواصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء. فغادي نرجعوا ان شاء الله استاذ الحليمي، وربما في الحديث ديالنا غادي يجينا وعن ما واحد نديروا حلقه خاصه ان شاء الله، كنوعدوا الاخ نديروا حلقه خاصه للالوان، لان كاين الشيء الكثير ما يقال في الالوان. حنا كنوعدوا غادي نديروا في القريب العاجل حلقه ان شاء الله خاصه فقط بالالوان ديال الاخ ديالنا. فعلا، واليوم يوميا يعني الناس اللي هما ربما متابعين للشان الصحي وهاد الامور كامله يعني عالميا كنتكلم، فراه يوميا كنسمعوا على دراسه على بحث اللي هو خاص بالعلاج الالوان وهذا اللون شنو هاد الامور كامله. فان شاء الله نرجعوا ليها في احدى الحلقات من برنامج صحه وسلامه. نتواصلوا هاد المره مع ام شيماء على الخط معنا من خريبكا. صباح الخير ام شيماء. صباح الخير، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا اختي. تفضلي ام شيماء. اختي كنسلم على الاستاذ محمد الحليمي. مرحبا. الله يجزيكم بخير على هذا البرنامج. يا رب. اختي عندي واحد التساؤل اذا ممكن. بغيت نعرف من عند الاستاذ الحليمي غير العلاقه ما بين الضغط مع كثره الضغوط الوليدات والخدمه وهذا بالاعراض اللي كتكون في بعض الاعضاء من الجسم. عندي اختي انا عندي واحد العرض في الحنجره، كيكون عندي بحال واحد الاختناق وكيكون بحال واحد الالم داخلي. داخلي في الحنجره. مع الاسف ما كاينش تشخيص عند الاطباء، ما عندي ما كاين لا ضيقه لا حساسيه لا حتى شي حاجه، ما كاين في هذا الشيء. كاينين بعض الاطباء اللي قالوا لي ربما ضغط نفسي، ومع العلم انا ما حسيت حتى شي حاجه نفسيه ولا توتر لا هادئه مع قراءه القران مع هذه. والغريب في الامر شي مره كيحصل لي هذا الامر وانا في اثناء تلاوه القران ولا الاستظهار ولا هذه، يعني مرتاحه نفسيا. نعم. كاين شي نقص وعندي اختي واحد المشكل الى جانب هذا، عندي نقص كبير في الفيتامين دي. بغيت نعرف مهم ربما تكون علاقه ولا ايوا. شيماء غير جاوبيني، كيمشي لك الصوت بعض المرات كتجيك البحه كيمشي الصوت؟ مره لانني عندي انا واحد المشكل في الغده الدرقيه مزوله النصف ديالها. ايوا عندي، وعندي حتى واحد المشكل في الرئه لحد الان باقي ما تعرفش، باقي مع شخصوص الاطباء. ودابا المشكل ملي انا كنت كنحس حتى بشي حاجه ملي مشيت كندير سميتو على الحنجره. اكتشفوا بان عندي شي مشكل في الرئه، باقي ما تعرفش شنو هو. وما كنتش كنحس بالالم، والغريب في الامر ملي عرفت هذا المشكل وليت كنحس بالالم. بغيت نعرف واش نفسي واش بسيشيكمون ولا اشنو الرئه، اشنو قالوا لك لحد الان فيها بدون تشخيص؟ غير اشنو اللي خلاهم يقولوا على انه راه غيكون تشخيص من بعد الرئه؟ اشنو بان فيها؟ يعني عملتي هذاك الراديو اللي كنسميوه ام شيماء وهاد الامور كامله؟ عملت اختي، عملت الراديو، عملت سكان، عملت ربما قال لي الطبيب ربما ديك سميتو جلبات الريه مفتوحه شويه. أيه. غير شويه. لا. ماشي بزاف ربما، ولكن باقي ما بانش. وعندي حتى شي طاش في الريه من التحت من فوقي من الفوق. أيه. باقي ما بانش لحد الان، باقي ما بانش. انا متبعه عند البروفيسور في كازا، باقي ما بانش. شحال في العمر ديالك ام
شيماء. اختي 43 سنه. 43 سنه واخا ان شاء الله نجمع. اختي الله يجازيك بخير، بغيت التليفون ديال الاستاذ محمد الحليمي الله يرحمك الوالدين. ما تقطعيش العفو، هذا واجب. ام شيماء ما تقطعيش، رجعي لعند سميحه ان شاء الله باش تلبي الطلب ديالك وتعطيك الرقم اللي انت طلبتي. اذا تفضلوا استاذ الحليمي. وهنا فعلا غادي يجرنا الحديث لبعض الاعراض اللي هي خاصه بالضغط والقلق والتوتر النفسي. فسولات ام شيماء استاذ الحليمي على ذاك الاختناق، ذاك الالم الداخلي اللي كيكون على مستوى الحنجره. ربما كنشوفوا ناس ولا كنسمعوا ناس اللي في خلال ديك الفتره ديال الهيجان ديالهم وداك الغضب اللي كيكون، فكنشوفوا ناس اللي من كثرت ما كيبقى ذاك الغوات ربما الصوت كيمشي وكيبقى هكذا لمده ديال ايام وربما ديال اسابيع، وديك البحه كاينه في الصوت. استاذ الحليمي هذا الامر علاش راجع وشنو العلاقه؟ وغادي نجاوبوا كذلك على السؤال ديال المستمع الكريم اللي هو محمد كيقول في العمر ديال 52 عام، بغيت نعرف من استاذ الحليمي شنو هي العلاقه ما بين القلق والضغط وداك الخمول اللي كيكون وداك العياء الشديد. فهو دار بين قوسين، قال بعض المرات ملي كنتعصب كنحس بحال شي واحد ضربني بحال كلي طلاصه. نعم نعم. بالنسبه للاخت ام شيماء، اولا بالنسبه للضغط كيكون اولا لنا افراز الادرينالين، والادرينالين كيتفرز ملي كنتخلعوا داك المده القصيره، من موراه كيدوز الكورتيزول، والكورتيزول عند كل شيء، كل شيء عنده الكورتيزول. والكورتيزول فين كنشوفوه؟ كنشوفوه في اللعاب. علاش؟ يعني علاش قلت انا في حلقات ماضيه قلت الانسان ملي كيغوت علاش كيكون معصب؟ كيغوت هذوك الجزيئات، ذاك الزفير ديال الانسان. الا خدينا ساعد المكانه من ذاك الزفير ديالو، هذاك الزفير كافي باش انه يقتل 80 حيوان تجربه في المختبر، وبالتالي يعني كتكون واحد الطاقه في الانسان خاصو يخرجها. ملي كنقول له الضغط والعياء، فعلا عندنا غدد في الجسم ديالنا، وان شاء الله غادي نرجعوا لهاد الاشياء هذه، لان الغدد خاصنا نرجعوا لها. الوغ الغدد الكظريه، الغدد الكظريه هي اللي كتفرز الكورتيزول، ما يسمى بلي غلوند سورينال. الوغ كيكون عندنا عياء، مي كيكون عندنا عياء احنا كنسميهم سورينال، داخله فيهم كلمه غينال، معناتها عندهم علاقه، هما فوق الكليه عندهم علاقه بالكليه، يعني بعلاقه مباشره. الاخت مي كتقول اختناق، شنو معنى اختناق؟ احنا بالنسبه لها هي الاخت اختناق، ولكن احنا بالنسبه لنا في الفيزيولوجي شنو معنى اختناق؟ اختناق هو الخليه، لان قلت انا الجسم ديالنا، تفكروا دائما المستمعين والمستمعات تفكروا ان الجسم ديالنا هو خليه، جهاز لمفاوي ودم. الاعضاء ما هي الا تجمع خلوي، وبالتالي الجسم ديالنا كامل هو عباره عن خليه، يعني الملخص ديالو ودم وجهاز لمفاوي. الخليه فوقاش كتكون ناشطه؟ فوقاش كتكون سعيده؟ لان حتى الخليه عندها سعاده وعندها ذاكره وعندها الساعه وعندها اكثر من داك الشيء اللي كيتصوروا المستمعين. وبالتالي كما الجسم ديالنا مجسد في ذاك الذكاء وفي ذاك الساعه البيولوجيه، كذلك كل خليه فيها هاد المبادئ هذه اللي خلقها الله سبحانه وتعالى. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. الخليه كتكون ناشطه فوقاش؟ مي كتكون كتاخذ اكسجين، مي كتكون كتاخذ الطاقه ديالها وخاصه الكربون اللي كيجيها من الاغذيه اللي هي اغذيه فيزيولوجيه، اغذيه اللي هي اغذيه طبيعيه. ومي كتكون كتخرج السموم ديالها، بحال المنزل ديالنا، منزل كندخلو الوغ كيكون هناك طبخ وكنخرجو. الخليه الا ما كانتش كتخرج هذوك لي توكسين ديالها، هذوك السموم ديالها، هذوك المخلفات ديالها في الجهاز اللمفاوي، كيكون هناك اختناق. وعاده كيكون في الجهه العلويه، مثلا الربو اختناق، المشكل في 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 في, في لا ميغرين ولا الشقيقه اللي كيعرفوا الناس اختناق، الامراض الجهاز العصبي اختناق. ومي كنقولوا اختناق كنقولوا حموضه والسكليروزون بلاك وهذا الالزايمر وباركنسون، ملي كيجيو من الحموضه اللي عندنا في الجسم ديالنا واللي كترتفع بواحد النسبه اللي هي كبيره. بالنسبه للاخت كذلك تهضرات على الغده الدرقيه. الغده الدرقيه هي واحد الفراشه، هي فين كنديروا البابيون. ملي كيكون انسان غادي مثلا كيدير مثلا واحد شوميز واحد القميجه كيدير البابيون تما بالضبط، وبداك الشكل ديال البابيون تماما، داك الشكل ديالو واحد العضو اللي هو بسيط ولكن هي ضابط ايقاع الجسم. الغده الدرقيه باختصار ما من غير الميتابوليزم، من غير عمليه الايض، هي اللي كتضبط لنا الاكسجين اللي كيمشي لكل، اقول بدون استثناء، لكل خليه في الجسم، هي اللي كتضبط لنا الاكسجين اللي كيوصل لها. الوغ كذلك الاخت هضرات على الفيتامين دي. الوغ الفيتامين دي علاقه بالموضوع ديال اليوم. الفيتامين دي هو الفيتامين اللي الى نقص كيكون عندنا قلق في الجسم ديالنا، وإلا كان عندنا قلق في الجسم ديالنا كيزيد ينقص الفيتامين دي. ما يشاع على، لأن عفاكم أنا كنقول الناس ما فيها بس نداولوا المعلومات، ولكن للأسف كنلقاو بعض الناس بين قوسين أهل الاختصاص
يتحدثوا عن معلومات يعني مترجمة والترجمة فيها خطأ. هذا هو اللي هو ده هو اللي هو اللي هو الأخطر، هو أننا كنترجموا بعض الأشياء بالأخطاء ديالها. فيتامين دي شنو السر دياله؟ أشعة الشمس، ولكن فوقاش صباح بكري بحال الأخت دابا الأم شيماء، شنو خاصها دير؟ خاصها تبقى تنعس بكري. علاش؟ باش يكون عندها ميلاتونين سيروتونين باش في الصباح بكري تفيق بكري، باش يكون عندها غاز الأوزون لأن عندها مشكل في الرئة، غيكون عندها غاز الأوزون وغادي يوصل لها. وكنقولوا حنايا نديروا عفاكم لا ريسبيراسيون بروفوند. إلا دخلتوا الإنترنت وشفتوا الدراسات غير إسلامية غتلقاو كلشي كيركز على التنفس، مع العلم أن في الإسلام حنا عندنا الصلاة، عندنا التنفس، عندنا صلة الرحم، عندنا الزكاة، عندنا الصدقة، هادو كلهم كيعطيونا هرمون سميتو لوسيتوسين، ما يسمى بهرمون السعادة. لأن يعني لوسيتوسين المعنى ديالو هو الولادة السريعة، لأن كان مربوط فقط لأنه كيتفرز مع البرولاكتين بعد الولادة، ولكن بينات الدراسات أنه هرمون السعادة واللي كيتفرز مي كنمشيو عند الآباء ديالنا، مي كيكونوا في المجتمع، مي كنكونوا شوف على الطفل كيكون بوحدو حتى الضحكة ديالو كتكون ضحكة عادية، مي كتحطو في وسط واحد الجروب هذاك هذا هو الكائن البشري، هو هذا كاملين حنايا كيبقى فينا. لأن الإنسان الكبير ما بقاوش نتهربوا من الطفولة، بعد مرة خاصنا نديروا الأمور ديال الطفولة ونشوفوا الطفل كيف ما الطفل كيف ما حنايا بعض الأشياء اللي هي ما فيها عيب. يعني الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيلعب مع الأطفال عادي، ما فيهاش هذه المسائل، هذه ما خاصش يكون فيها حرج. فيتامين دي الوغ أشعة في الصباح الباكر والفجر وليالي العشر بالنسبة للأخت التنفس ديالها، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. الوغ حنا مشكل فيتامين دي في المغرب ما عندناش مشكل ديال لابوغ، ما عندناش مشكل ديال الحاجيات، ما عندناش مشكل ديال سير خذ البيض وخذ الزيت وخذ هذه الاشياء هذيا. حنا المغاربه كاين الناس اللي كياخذوا البيض البلدي وكيهضر كيهضر على البيض البلدي كياخذوا وبورتون عندهم مشكل. الوغ فين كاين؟ كاين في الاعداء ديال فيتامين دي. والاعداء ديال فيتامين دي شنو هي؟ هي الحضاره باختصار، هي الحضاره، المعادن الثقيله، السكر، الزيوت غير الطبيعيه يعني غير زيت الزيتون وزيت ارغان، الزيوت المكرره، التكرير. الوغ المشكل ديال القلق شنو هو؟ هو أن عندنا مواد مكررة مجردة من فيتامينات. أنا المستمعين خصهم يفهموا هذه النقطة، عندنا مواد مكررة مجردة من فيتامينات ومن معادن. مي كتدخل هذه المواد المكررة يضطر الجسم إلى الاعتماد على المكتسبات ديال الأملاح المعدنية والفيتامينات في الجسم ديالنا. وشنو كيدير؟ كيستنزفها. نعطيو غير مثال، السكر. السكر هو قصب السكر، الشمندر كنعرفوا حنا قصب السكر والشمندر ماده طبيعيه في الطبيعه، ولكن ملي كندخلوها للتكرير كيولي السكر 99.9 ماده كيميائيه. علاش؟ لان جردناها من الاملاح المعدنيه ومن الفيتامينات اللي هي فريق عمل هذاك السكر اللي غتشتغل مع داك السكر. الوغ كنجردوها من داك المواد كيضطر ان هاد المواد المكرره، ملي كنقول السكر كنقول الحلويات كنقول مقليات كنقول المواد المصنعه كامله، ما فيهاش فيتامينات، ما فيهاش املاح معدنيه، ما فيهاش انزيمات، كضطر انها تاخذ من المخزون ديال الجسم. ملي كتاخذ من المخزون ديال الجسم، الجسم ديالك كيجي في الليل اللي محتاج انه يدير عمليات حيويه، محتاج انه ياكتيفي لو سيستيم لانفاتيك يعني الجهاز اللمفاوي باش يخرج لي توكسين، ما كيلقاش داك الشيء. اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا المغاربه كنقولوا قطره بقطره كيحمل الواد ديال هذه الامراض هذه. نقطه اخيره، الاخت محتاجه السيروتونين، والسيروتونين هو وما من دابه في الارض ولا طائر الله سبحانه وتعالى قالوا بالاسم يطير بجناحه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. اذا خصو ينعس بكري، والميلاتونين ني كيجي من السيروتونين، والسيروتونين ني كيجي من حمض اساسي يسمى التريبتوفان، وان شاء الله غادي نديروا حلقه خاصه عليه. هذا التريبتوفان هو حمض اميني اساسي، معناته ان الجسم ما كيصنعوش، ني غتجيبو خاصك تجيبو من الاغذيه. فين كاين؟ كاين في الاغذيه الطبيعيه وخاصه الحبوب الكامله والقمح المغربي الصلب ماشي القمح المغير وراثيا، والشعير. داك الشيء علاش الرسول صلى الله عليه وسلم ومنى عائشه كانت كتقول شي واحد الا مات له من عائلته كيقول عليكم بالتلبينه فانها تذهب ببعض الحزن، لان حمض التريبتوفان كيعطينا السيروتونين كيعطينا ميلاتونين، والميلاتونين هو داك الفاكسان ديال هرمون السعاده ديال، وميلاتونين هو مضاد الاكسده. ملي كنهضروا على ميلاتونين كنهضروا على مجلدات ديال المعلومات بالنسبه للميلاتونين، ولكن اللي بغيت انا المستمعين يعرفوا هو انه ذاك المضاد الحيوي، ذاك المقاوم للسرطان، ذاك النعمه اللي عطاها الله سبحانه وتعالى اللي عطاها الكائنات كلها. نعم. نمشيو هذه المره في تواصلنا مع الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، غادي نتواصلوا مع نزهه على الخط معنا من فرنسا. صباح الخير نزهه. صباح الخير لالا. اهلا وسهلا بك نزهه، مرحبا. مرحبا بك لالا، شكرا. تفضلي نزهه.
غير نزهه الا سمحتي كنسمع الصوت لانه ربما كيوصل شويه معطر، الا سمحتي غير بعدي اسمعينا من التليفون رجاء. واخا نبعد من نبعد على الاورديناتور. ايه بعدي عليها فعلا فعلا، يعني كتسمعونا طبعا عن طريق الانترنت www.metradio.ma، فبعدي سمعينا من التليفون نزهه باش نسمعوا الشكل ديال طبعا صوتك بشكل اللي هو واضح. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم دكتور، الله يخليك. انا زهر كنعيط من فرنسا. والله يخليك دكتور، عندي واحد المشكل كبير 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 كي مفي انورمون دو ستريس دون ما في، سورتو جو سوي اكستريمون انكيت. الوغ عندي ولدي عنده 17 عام ونص، جو ديجا تيليفوني اي فوا كوز دو بروتيين. ميتنون الى فريمون ان بروبليم، جو تروف كو سي ان بروبليم سيكولوجيك بالنسبه لي ميسكل، اي فوا ابسوليمون اتر ميسكلي بول دي بيلدينغ ماشان تروك. انا سو كي مانكيت سو كي مو ستريس، جو في دون ان ستريس، اي جو تروف اوسي الي تري تري نيرفو، اي جيمري سافوار استكو سي ليي اوسي ا سا. Ça veut dire qu'il est très très basé sur les protéines. يعني اللحم خصو ياكل 5 مرات في النهار، تياكل اللحم بزاف، تياكل الدجاج بزاف، بغى ياكل لي البيض بزاف. وانا المشكل ديالي انني انسانه يعني اللي كنحب الاشياء الطبيعيه، جاشات تو بيو، لي ليغوم بيو، لو بولي بيو، لي زو بيو، تو تو. انا ديما تنقول ليه بان هذا الشيء وتياخذ لي دوك البروتيين اون بودغ. Alors j'ai constaté une excitation, il y a un peu stressé parce qu'il devient beaucoup plus stressé, il est très très nerveux. Le mouchkil, ana aïcha m'a l'aïe, ana toufa l'ouali dialou, ou ando amin ou t'mchor. Il y a un peu plus bouchdi ou peut-être m'a d'aba bouchdi, il y a un peu. Fana had chikoulou, t'es stressé l'aïe, ana t'en a fait, ana akli l'ouchoum, qui veut dire qu'il y a d'autres marrates, il y a un peu, c'est très mauvais pour la santé. Ça donne trop d'acidité dans le corps. J'arrête pas de lui expliquer, ben ana c'est très mauvais ce qu'il fait, il faut pas manger 5 fois par jour, il faut manger normalement. Donc les protéines, tu me fais qu'est-ce qu'il y a, même les hormones, très bien, il y a d'un home. Donc les vitamines à la pharmacie, par internet. Il y a une aïcha ou un calvaire avec lui, comme pas possible. Ou un mara, ou tout le chauffe. يعني حتى انا بغيت ندي عند ان ميدسان، مي جو تروف با كيلكان كي لي اكسبيكي، باسكو جادور فوتر مانيير دو ديكسبيكي لي شوز، باسكو سو كو جادور شي فو، يعني هذاك الشيء القران كيذكر الله سبحانه وتعالى، اي بارابور ا لا سيونس ميم دو جوردي، اي سا سي فريمون كيلك شوز بور موا ديكستراوردينير. قلت له واحد المره سير تدخل سيغ انترنيت، راه هي ان كغون بروفيسور كي اكستراوردينير كي سيغ انترنيت، دخل الانترنيت ولكن جو نسي با يافي autre, je ne sais pas, le nom était le même, mais la réponse, ça ne correspond absolument pas à vous. يعني واحد الطبيب كيقول له وي انا راني جي كوتشي جو نسي با شي واحد. اسمح لي لقطعتك عفاك، اسمح لي لقطعتك، غير بغيت نشير لواحد المساله، وفعلا كاين الناس اللي وقع لهم هذا المشكل. بالنسبه لي انا ما عنديش فيسبوك باش الناس يعرفوا، ما عنديش فيسبوك تماما، ما عنديش الباب الوحيد اللي كنحلوه بالنسبه للنقاشات والحوارات هو الباب ديال هذا البرنامج. ميد راديو، نعم فعلا مصطفى مشكور. يطمئنوا على نعم، بغيت نسولك عفاك واش كيسمعنا هو دابا؟ انا جي كومبري توت سويت، انا فهمت توت سويت، لان يعني طريقتك تفسير علميا سانو كوغيسبون با دي تو افيك هذاك الشيء ديال الانترنيت. نعم، غير نزهه اسمحي لي، الابن ديالك كيسمعنا دابا ولا لا؟ يعني ما كيكونش ما كيسمعش معك الحلقات؟ لا مع الاسف، لا مع الاسف ما كاينش هنا دابا. يا ريت، لان داك الشيء باش انا عيطت دابا للدكتور الحليمي، الله يخليك والله يطول عمرك، اسمحي لي راني جيت الى يمكن اي مساعده منك، باسكو جو نسي با كومون جو بو لوي فير كومبروندر سا، سا مانكييت، باسكو كنفسر له بان سي تري موفي بور سي ران، سي تري موفي بور سي سا بار سا سونتي، كنقول له شوف اولدي راه من بعد لي كونسيكونس سي ابخي، ميتنون تي انكور جون، مي لي كونسيكونس سي ابخي. اي سو كي مي شوك que moi je me nourris très sainement, des légumes, les produits bio, tout est bio, je cuisine à la maison malgré que je travaille, malgré que je le stresse, je cuisine tout à la maison, je fais tout bio. Et ouais, il est complètement le contraire de moi. غادي تاخذي النيميرو ديال التليفون ديالي ياك؟ واخا وغادي تصلي بيا وغادي تدوزي للابن ديالك ياك؟
وغادي تحيدي من حداه، غير دوزي لي الابن ديالك وخليني انا غادي نهضر معاه، وان شاء الله غادي نهديوك حلقه خاصه ان شاء الله على هاد المشكل ديال البروتينات وكمال الاجسام وهاد الاشياء هذه. غير هو عافاك ديري هاد المرحله هذه. واخا نزهه الا سمحتي ما تقطعيش، نزهه ما تقطعيش، رجعي لعند سميحه باش تعطيك الرقم الهاتفي الخاص بأستاذ الحليمي، وحتى انت خلينا الرقم الهاتفي الخاص بك، فما تقطعيش نزهه. وشكرا لك تواصلتي معنا من فرنسا، وتحيه الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، وكنتمنوا ان شاء الله على انه في برامج ميد غاديو تلقاو دائما الوانيس ديالكم في الغربه. حنا لقاءنا مازال متواصل معكم، وارقام التواصل معنا راه الاشاره 0522 46 72 50 51 أو 52. فاصل ورجعنا اكيد على ميد غاديو، دائما الاذاعه القريبه منكم وبرنامجكم صحه وسلامه مع الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه. فمرحبا بتواصلكم معنا كذلك عن طريق الرقم 5080، كتبوا كلمه صحه اس ا اش ا، خليوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم للرقم 5080. استاذ الحليمي كنا توقفنا في المكالمه ديال نزهه من فرنسا، فيعني كاين داك القلق والتوتر والضغط اللي عايشاه كأم يعني في الامومه ديالها، مشكل ديال الوليد اللي ربما ولينا كنشوفوها موضه عند هذا الجيل، ماشي فقط غير وليدات المغاربه اللي عايشين على برا، وانما عندنا احنا هنا يعني حتى في المغرب راه كنشوفوا هاد الوليدات اللي في واحد السن معين ربما عنده علاقه بالمراهقه، ربما داك الاهتمام الزايد بالمظهر في سن معين كيبغيو دوك العضلات تكون باينه. كنسمعوا داك المصطلح اللي كيكون بين قوسين، وانت ما كتحبدوش استاذ الحليمي كتقول الكمال لله، داك الكمال ديال الاجسام كياخذوا بروتينات كيف ما هي شرحات، ربما عن طريق واحد المسحوق او لا بودره، ربما عن طريق حقن كذلك كياخذوا فيتامينات، وهاد الامور كامله. وقالت حتى العاده الغذائيه عنده غير صحيه، خمسه ديال الوجبات الاساسي فيها هو البروتينات فقط، من لحم البيض الدجاج هاد الامور كامله. فشنو هي النصيحه على الاقل اللي نقدروا نعطيو نزهه؟ وحنا ربما لاحظتي استاذ الحليمي يعني راه حتى الدموع ديالها سبقاتها، لانه داك القلق على الولد ديالو هي كأم. نعم، هو اولا بالنسبه للقلق وهذه النقطه بغيت نشير لها، القلق من انسان من يكون متقلق ويحس انه باغي يبكي يبكي عاديه، مسائل عاديه جدا. يعني البكاء العديد من 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 الانبياء والرسل والصحابه كانوا كيبكيو، مسائل عاديه ما فيهاش لا ضعف شخصيه ولا هذه الاشياء اللي بعض المرات كنهضروا عليها. بالنسبه للمشكل فعلا فعلا، لان انا تفهمت المشكل ديال الاخت، لان المجتمع اللي كتعيش فيه هي مجتمع يروج هذه الافكار هذه، وخاصه في فئه الشباب، مع العلم ان بالعكس فرنسا عندهم وعي كبير. والى لاحظتي الاخت راه كمسائل تقنيه كتهضر عليها اللي هي عارفها، واخا غير هي بعض المره ما كتكفيش المعلومه، كتكون عندنا المعلومه، لان كاين بعض الناس اللي كيكونوا دي سبيسياليست، هادشي كنا كنلاحظوه مين كنا كنقراوه في الدراسه، كتلقاه نظريا بعض يعني الاساتذه ضابطين الامور ديالهم، ولكن الطريقه باش كتوصل كتكون مهمه بزاف. اكيد خصك تشتغل عليها الجسم ديالك، ما تقولش انا عارف عندي لان وما اوتيت من العلم الا قليلا، خصك تشتغل على الجسم ديالك وطريقه التوصيل. لان طريقه التوصيل دابا الطفل ديال الاخت خاصو واحد لو شوك، هو غادي يجي، ولكن نتمنى يكون هذا لو شوك، يكون لان كاين بعض الناس كيوقع هذاك لو شوك عاد كيبداو يبدلوا. انا بالنسبه للاخت انا اللي غادي نوعدها والهديه اللي غادي نهديوها حنايا هو اننا غادي نديروا حلقه خاصه ان شاء الله على هذا الموضوع هذا، لان موضوع للاسف تكتب وتترجم ودخل للمغرب، ولات هذه الافكار تزرع في الشباب ديالنا، ولات هاد الاشياء هادية. واخا حنا المغاربه كنقولوا المثل المزوق من برا شخبارك من الداخل، حنا الا بغينا نخدموا الصحه ديالنا خاصنا نخدموها من الداخل، ماشي بهذه الطريقه هذه. لان الجسم ديالك بروتينات، عندك الوزن 70 كيلوغرام كيحتاج 70 غرام، يعني 1 غرام باغ كيلوغرام باغ جوغ اللي كيحتاج الجسم ديالك. سو كيف الا كان 70 كيلو فيك خاصك 70 غرام ديال البروتينات، 70 غرام بروتينات واحد النسبه قليله، راه ما يتصورهاش الانسان باش انك تحقق هذه الحاجيات هذه. ما هذه الطريقه اللي كدير الاخت، انا طلبت منها ان شاء الله تعيط لي دوز لي الطفل، غادي الولده غادي نهضر معاه وغادي نديروا حلقه خاصه ان شاء الله على هذا الموضوع هذا، لان ما يمكنش نحلوا الموضوع ما نسدوش. يعني في اشياء واخا اشياء اللي هي كبيره خاصنا في عرفوها، ولكن نقول الاخت اطمئني، لان الله سبحانه وتعالى عارفك لانك خايفه على الولد ديالك، والله سبحانه وتعالى كيعطينا فرص، والطفل مازال صغير ان شاء الله، غير ان شاء الله خاصو يكون
التغيير المناسب في الوقت المناسب. نعم نعم. نمشوا الاس ام اس هذه المره من عند حفيظه وسد الحليمي، كتقول لك على انها لظروف كانت مرضات بداء السكري وبحال ما تقبلاتش الامر، وقالت على انه النفسيه ديالها لانه وجهها داء السكري، وقالت مباشره قال لها الطبيب انه غتستعمل الحقنه ماشي الكينه. نعم. فقالت انه النفسيه ديالها تدمرات، خرجت من الخدمه وهذه الامور كامله. قالت على انه دابا بغات غير تعرف النصيحه ديالها، قالت الوقت اللي كتحس براسها انها معصبه بزاف وهذه الامور كتاخذ دوك الاعشاب على شكل مشروب، هي قالت كتاخذهم غير في الاوقات اللي كتحس انها معصبه وكتحس فعلا على انه النفسيه ديالها نوعا ما تحسنات. مثلا كتقدر تاخذ لويزا، كتاخذ لا كاموميل اولا البابونج حتى. نعم. هو وبغات تسولك واش ما كاينش شي خطوره يعني منهم، خصوصا انها مصابه بداء السكري، وقالت على انك كتاخذ غير واحد الكميه يعني واحد الكاس كتاخذه في النهار، فهي كتسولك واش ما كاينش شي تاثير على الانسولين اللي هي كتاخذ بالنسبه لها وهي مصابه بداء السكري الا خدات لويزا اولا شربات لا كاموميل. نعم، هو اولا القاعده ديال الاعشاب تبقى اعشاب، وخاص الانسان ياخذها يعني ماشي كوصفات واخا يعني كمنسمات بحال الاخت اللي كدير، غير هو نعطيو الفرصه للجسم ديالنا انه يحيد داك لي توكسين، لان الا الناس اللي كياخذوا الاعشاب يوميا الا مشاو داروا لي ترونزاميناز الالات والاسيد غيبقاوهم طالعين واخا بحال الادويه، كما كتاخذ الادويه كما كتاخذ الاعشاب الا درتي التحليله ديال الكبد الالات والاسيد غادي تلقاو كيتسموا لي ترونزاميناز غتلقاهم طالعين. الوغ ما فيها باس تنسم مره في غياب الفكره ديال الوصفه واخا باش ان لا عندي سكري لا ندير هاد الاشياء. الوغ السكري الناس علاش كيخافوا؟ لان تروج افكار، تروج لان السكري خطوره، البي ديابيتيك ممكن هادي ممكن هادي، السكر يطلع، الحميه صعيبه، مع العلم ان هادشي هذا لا علاقه له بالواقع. علاش؟ لان هاد المعلومات اللي سائده الان هي معلومات تنافي الواقع، وبالتالي احنا كنقولوا بالعكس، مرض السكري يعني قدر الله سبحانه وتعالى قدر على الانسان، الوغ ربما يكون هو السبب ان الانسان يدخل الجنه واخا، الوغ ما ينساش الانسان بان راه الحياه اللي كنعيشوها هي رمشه عين، كنا هضرنا على هذه الاشياء هذه، الوغ تشتغل على الجانب الغذائي ديالها، واخا الغذاء اغذيه اللي هي اغذيه طبيعيه، اغذيه للنظام اللي تقريبا كل شيء ولا كيعرفوا في المنازل كامله ولا كيعرفوا، وبالمناسبه الناس العاديين ولا اللي عندهم السكري كاملين خاصهم يتبعوا هذا النظام هذا. تشتغل على الجانب النفسي، لان الجانب النفسي حتى هو مهم بزاف. علاش؟ لان الجانب النفسي والكورتيزول يؤثر، لان الكورتيزول هو هرمون كيضرب لنا، هو والادرينالين كيضرب لنا جميع الهرمونات، منها الكورتيزول منها الانسولين بالنسبه للوقايه والعلاج. تشتغل عفاكم على الجانب النفسي ديالها، لان الناس السكر كيقول لك لا دغيا كيتعصبوا. علاش؟ لان كيكون مشكل ديال الكورتيزول كيقيس الانسولين. الوغ نشتغلوا على الجانب النفسي، الراحه النفسيه، الراحه الانسان، الجانب الروحي، باش كنشتغلوا عليه بالدين الحنيف الدين الاسلامي، انسان يطمئن الا بذكر الله تطمئن القلوب، وكنا هضرنا عليها في الحلقه الماضيه، والنظام الغذائي، الاعشاب اللي كدير هاد الاشياء كلها مزيانه بالنسبه لنا احنا، ما كاينش مشكل. وما ذرأ لكم في الارض مختلفون الوانه، نحن لا نحرم ما احل الله ولكن فقط نقنن. القانون في الاغذيه كذلك موجود باش يكون عندنا التوازن، وباش نبقاو في ذاك ظل التوازن اللي عطانا الله سبحانه وتعالى. نعم. بعجاله استاذ الحليمي، جاوبوا على الاس ام اس ديال مهدي، كيقول في العمر ديالي 23 سنه من نهار بديت كنسمع الحلقات ديال استاذ الحليمي شحال من حاجه تبدلات في الغذاء ديالي، والحمد لله كنحس براسي مزيان. كيقول حاجه وحده استاذ الحليمي، بما انه الموضوع ديالكم على القلق والضغط، انا عندي مشكل ديال الرعاف. قال لاحظ على انه في الوقت اللي كيخاف بزاف ولا كيتخلع اولا في الوقت اللي كيتعصب، قال انه وقعت ليه في الامتحان ديال البكالوريا وهو كيتفكرها. نعم. وقعت له في اول نهار في الخدمه، وقعت له الوقت اللي توفى الاب ديالو، فهو كيسولك هذا المشكل ديال الرعاف كيفاش يقدر يتخلص منه، خصوصا في الوقت اللي كيحس اما بالخلع بزاف اولا بالخوف اولا الوقت اللي كيتعصب وكيتقلق. نعم، هو اولا اولا داك الخلع اللي كتكون في الامتحان هو الكورتيزول كيزيدنا التركيز، ولكن فاش كنفوتوا هاد الدرجه هذه، فاش كتكون حراسه بوليسيه، فاش كتكون بزاف ديال الاشياء، الانسان كيزيد هذا الضغط هذايا. الوغ بالنسبه للاخ انا اللي غادي النصيحه اللي، لان الانسان ملي كيتقلق كيطلع الضغط الدموي. أيه. والضغط الدموي كنقولوا ضغط بحال واحد الروبيني فيه الضغط بزاف، الوغ الدم كيزيد واحد الضغط، يعني الصبيب كيزيد والقلب كيزيد ضربات القلب، يعني هذوك الشعيرات الرقيقه ممكن يكون فيها مشكل ولا نزيف الا كانت فراجيل، الا كانت هشه ولا الوغ. شنو الاخ اللي خاصو يدير؟ اولا ما فيها باس
كاينين طرق يعني طرق يعني بسيطه اليوم ممكن انه يديرها. كاينين بعض الاطباء اللي كيكوي وهاد الاشياء هادو يعني مسائل بسيطه، يمشي عند الطبيب يطرح له المشكل ديالو ويوريه المنطقه اللي كيكون فيها هاد النزيف هدايا. وانا بالنسبه لي انايا نظام غذائي جيد غادي يعدل النظام الغذائي ديالو، ما يكونش حموضه ما يكونش هاد الاشياء هادية، ولكن بالنسبه للمشكل اللي عنده يمشي عند الطبيب. كاين حلول اللي هي حلول ولا هو عاده تخصص اللي غيتوجه ليه مهدي استاذ الحليمي اخصائي في الانف والاذن والحنجره. تمام هذا هو التخصص اللي غيمشي ليه. نعم. وبالنسبه للموضوع اليوم كنقولوا دائما للحديث بقيه، تذكروا دائما ان الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد والشفاء مطلوب والوقايه خير من العلاج. وهي دائما اجمل عباره كنختموا بها لقائنا معاك الاستاذ محمد الحليمي. ان شاء الله موعدنا غادي يكون يوم الجمعه المقبل، وكنذكركم الاوفياء على انه مرتين في الاسبوع كيكون موعدنا رفقه الاستاذ محمد الحليمي اخصائي في التغذيه الصحيه والحميه العلاجيه، كل يوم اثنين وكل يوم جمعه. ان شاء الله موعد جديد مع موضوع جديد كيهم الصحه والسلامه ديالكم. تسنوا في الحلقه ديال غدا. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون سعيده عقال رفقتني في الاخراج، وسميحه كانت استقبال مكالمتكم. صبيحة سعيدة، إلى اللقاء.